بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بوها دكتور حسين يعقوب، طبيب متخصص في الغدة الدرقية والسكري. احنا ان شاء الله الملاحظات تاعنا العادية لقينا بلي امراض الغدة الدرقية والسكري في تزايد مستمر، حيث ان نسبة تقدر حوالي 30%، يعني من كل 10 نساء في الفحصات العادية نلقاو على الأقل ثلاثة أربعة عندهم البوادر. والسكر كم فيه؟ كاين نسبة نقولو حنا من ثلاثة على 20 نلقاو عندهم السكر. مالا حنا قررنا بلي إن شاء الله نديرو نعاونو مع الأخ عمر في جمعية السلام، قلنا نديرو ديبيستاج باش نكتشفو عدد أكبر عدد ممكن من المرضى اللي عندهم البوادر ولا عندهم السكر. وفيرتيفمون درنا إن شاء الله اليوم تحسيسي هذا في العيادة تاعنا. وجاء عقبال كبير الله يبارك، ما كناش نتوقعوا هذا العدد الكبير، يعني اللي ما قدرش يعقبوا عندنا يسمحوا لنا، وان شاء الله نعاودوها ان شاء الله. انا عاد نهار اثنين ان شاء الله نزيدوا نديروا نطر. وهذه انا ان شاء الله نقول للمواطنين ان شاء الله اللي عندهم اعراض تاع الكواطر ولا تلقاهم عندهم شك باللي عنده السكر ولا شك باللي عنده الكواطر، ما به ما عليه غير حتى وخارج الايام هذه التحسيسيه يجي ان شاء الله نتهلاو به وندير لهم التعييرات اللازمه، وكي يكتشف المرض تاعو راح يتفادى مشاكل كبيره بزاف، خاصه السكري. الناس بزاف عندهم لقينا عندهم تراكمي 9 10، تلقى عنده 10 سنين 5 سنين مريض بالسكر وما هوش على باله، والكواطر ثاني هذيك حد ولا حرج، تلقى عنده 10 سنين وهي عندها الكواطر وما على بالهاش. ما لا هذه انا ننصح اي خاصه النساء اللي عندها ادنى شك تتقدم للمصلحه، وان شاء الله بالتنسيق ان شاء الله مع الاخوه ونداويهم ان شاء الله ما كاينش مشكل. والشكر الى الاخ عمر، هو قائم ما شاء الله جمعيتنا، والشكر للزملاء اللي راهم معاونونا، ثاني الاطباء جاونا من معاونونا، وبارك الله فيكم وربي يجزيكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الولع عمر، رئيس الجمعيه الولائيه للسلام، برج بارليج، مكتب راس الواد. في اطار الحملات التحسيسيه والنشاطات الخيريه والانسانيه، نظمت اليوم الجمعيه الولائيه الخيريه للسلام بالتنسيق مع المجمع الطبي منعم براس الواد، نظمنا اليوم يوم طبي تشخيصي حول مرض الغده الدرقيه ومرض السكري. كما قدمت الجمعيه والعياده تخفيضات في التحاليل الطبيه ب 50%، واشعه الليكوغرافي بالمجان، والفحص بالمجان كما عودنا المواطنين دائما. اليوم كما راكم تشوفوا كان اقبال كبير، يمكن اكثر من 250 او 300 مريض، والدليل على ذلك ان بلديه راس الواد او ولايه برج بارليج يعني عامه انها تعاني معاناه كبيره من المرض السكري والغده الدرقيه. اليوم رانا درنا هذا اليوم التشخيصي، غير غدو ان شاء الله الاثنين راح يزيد يكون ان شاء الله يوم تشخيصي اخر ثاني بالمجان، وان شاء الله نطلب من كل المواطنين ومرضى الولايه انهم يتقدموا الى الجمعيه والى العياده للفحص، وربي ان شاء الله يجيب الخير، واللهم اشفي مرضانا ان شاء الله، وربي يوفقنا لما فيه الخير. جمعيه السلام دائما في خدمه المجتمع، بربي ان شاء الله راح يكون عندنا ثاني نهار الحد بالتنسيق مع المؤسسه الاستشفائيه محمد بناني، راح يكون ديبيستاج على الكونسيبت دو سا، يعني الفحص بالمجان ثاني على سرطان الثدي، الكشف المبكر على سرطان الثدي. نطلب ثاني من كل المواطنين ان يتوجهوا الى المؤسسه الاستشفائيه محمد بناني راس الواد للفحص. وكما سالنا ان شاء الله في برنامج الجمعيه راح يكون اول نوفمبر باذن الله ان شاء الله،
راح يكون حملة لتبرع بالدم، ثاني لصالح المؤسسة مركز البرج بعرريج اللي حقنا الدم ومركز رأس الواد. فمرحبا بالجميع، ورب إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتنا وحسنة المواطنين، وبارك الله فيك. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الطاقم الطبي على مستوى اللي خدم معنا اليوم، سواء من المؤسسة الاستشفائية أو من المجمع الطبي المنعم. وما نتقدم بالشكر الجزيل قناة الأخ فؤاد الجيرية نيوز، بارك الله فيك إن شاء الله. سلام. اليوم جمعية السلام دات مبادرة مليحة، والأخ محفوظ يعطينا كلمة للمبادرة تاع اليوم. السلام عليكم. مبادرة طيبة من جمعية السلام ومن عيادة منعم، مبادرة طيبة يعني حسنة، بارك الله فيك. استقبال مليح. وعلاش جيت اليوم؟ واش من جيت قصة السكر في البواطر الحمد لله ما كان والو. بفضل الجمعيات. بفضل جمعية السلام و عيادة منعم. يعطيك الصحة خويا. ان شاء الله ديما عندك لاباس، ديما لاباس. ان شاء الله. كلمة أخيرة. ان شاء الله يا ربي. يعطيكم الصحة.